وخارج
20 ثم 6 على 5 زائد 3 أس 2020. وب 7 على 3 ا زائد د اصغر قطعا من
الطرف الاول الاول هنا هنا والطرف الثاني اللي متفاوته فيها هنا. جيد، اذا ماذا نقول هنا؟ لدينا هي ماذا؟ اصلا قطعا بثلاثه وب اصلا قطعا من سبعه. شنو الحد الاول؟ A زائد B. إذن هنا قد تكون واحدة. إذن X من هذا الحالة هو B، A هو الحالة هو A. إذن B هو ثلاثة وY هو ناقص سبعة. إذن نحن طرفين فيهما بينهما. إذن ثلاثة زائد إذا ماذا؟ ناقص سبعة. إذن ماذا نقوم بالتصريف؟ A زائد B. إذن أصغر قطعا من ماذا؟ من ناقص أربعة. هنا قلنا بضمنا على فقرة ألف. إذا تبقى أبين أن أنا سبعة على ثلاثة أ زائد ب أصغر قطعا من ستة. إذا شو قطعنا مثلا فقط هذا من ستة إلى فالمهم أن مش فقط أ زائد ب وإنما أن أقصى قطعة الأدب هو سبعة على ثلاثة. إذا نقول هذا شو غادي نديرو؟ إذا نقوم بحساب ماذا؟ 7 على 3 أ. إذا لدينا أ ماذا؟ أصغر قطعا من 3. إذا لدينا أ قمت بضربها في 7 على 3. إذا 7 على 3 في أ. إذا ضربت أ في 7 على 3 فأيضا كما قلنا في التمارين السابقة أيضا ثلاثة من نفس العدد اللي هو سبعة على ثلاثة. إذا غادي نقوم بالتفصيل فكان واحد منا عددان إذن زاد باش نوضح الطرف الأخير. إذن سبعة على ثلاثة أ أصغر قطعا من سبعة. إذن دابا هذه هذه وهذا هذه 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 باش نحل الثالث الاول. اذا هذيك عارضه اولى العارضه الثانيه ولدينا ماذا؟ اذا ب اصغر قطعا من سبعه و سبعه على ثلاثه اصغر قطعا من سبعه. اذا نقوم بشكلهم سبعه على ثلاثه اذا زائد ب. اذا نشغل القاعده. اذا ضفنا على الطرف الاول قلنا نجمع فكذلك الطرف الثاني سنجمع. اذا ما عندنا سبعه ثم زائد وب ناقص سبعه من ماذا؟ سبعه على ثلاثه أ زائد ب اصغر قطعا من صفر. وهنا يكون انهينا التمرين الاول. اذا غنصحكم الفرصه اعزائي الكرام انكم تاخذوا التمرين الاول اذا والانتقال الى التمرين الاولي ان شاء الله. سنذهب الى في فقره درس الترتيب والعمليه. سنشوف التمرين الاولي. اذا اكس عدد جذري بحيث لا نقوم بها الشرط ان اكس اكبر او يساوي 2. اذا سوف نقوم بهذا التمرين الى ان اكس زائد 3 اكبر او يساوي 5 ثم 3 على 4 اكس اكبر او يساوي 3 على 2 و 4 اكس ناقص 7 اكبر او يساوي 1. اذا ثلاثة على أربعة إكس
نساوي ثلاثة على إذا هنشوفوا كذلك المصطلحة إذا نبينا الإكس أكبر أو يساوي اثنان إذا كذا إذا قمنا بضرب العدد ثلاثة على أربعة في الطرف الأول إذا ضربنا ذكرنا أن واحد متساوي سنبقى أصغر من بي أو أكبر من بي وضربناه في عدد موجب فتبقى دائما المتفاوتة صحيحة إذا شنو ثلاثة على أربعة إذا في نضرب إكس إذا هذه الفاصلة أكبر ويساوي اثنان في ماذا؟ في أيضا ثلاثة على أربعة في إذن فاصلة إذن هنا ثلاثة على أربعة إكس أكبر أو يساوي إذن هنا نختزل اثنان مع أربعة إذن هنا أربعة في اثنان في اثنان إذا نختزل مع اثنان نتفقدها فقط إذا اخترنا اثنان ديال أربعة مع اثنان التي توجد في النص بالتالي فوجدنا أكبر أو يساوي ثلاثة على اثنان إذا غادي نشوفوا الحالة الأخيرة إذا نجي أبين أن ماذا أربعة إكس ناقص سبعة إذا أكبر أو يساوي واحد هنايا فماذا؟ عندنا عدد مرتبط بإكس وكذلك طرحنا سبعة إذا غادي نجيو نتبعو بالشرط الأول اللي عندنا إذا لدينا إكس أكبر أو يساوي اثنان إذا هنا نتبعو معايا هذا الكلام اللي يكون حالة هذا عدد مرتبط بإكس وعدد إضافي فهنا دائما نركزو على العدد الأول اللي يكون مرتبط بإكس واللي تنقلو أولا ثم الحالة الأولى إذا أشكر أننا في الحالة أربعة إكس يعني غادي نضربو إكس في ماذا في أربعة إذا الحمد لله نجتتي ضربنا في أربعة إكس كذلك الاثنان شنو سنديرولها نضربوها في أربعة إذا هذا أربعة إكس أكبر أو يساوي اثنان في أربعة هي ثمانية إذا الآن ننتقل أي بعد سبعة شو قليلة ناقص سبعة إذا طرح نفس العدد بضعفين متفاوتة إذا ليه نطرح نفس العدد فهذه الحالة المتفاوتة دائما تبقى صحيحة ولا يتغير الترتيب إذا أربعة إكس ناقص سبعة شو اللي الطرح الأول نص سبعة وشو سنديرو ذلك الطرح الثاني حضر نفس الترتيب يعني أن الترتيب لا يتغير ناقص كذلك نفس العدد هو سبعة أي ماذا؟ أربعة إكس ناقص سبعة أكبر أو يساوي ماذا؟ وقمنا بمرحلة هذه التفاوت إذا أترككم أعزائي نعمل لكم جملة التصحيح في دفتركم إذا انتقل إلى تمرين موعد أصغر من أربعة أكبر من
إذا كان حجمه الفرق كما قلنا، إذا أعتقد ب هيكون استثناء لا يحزن في ضمن القرار الأول ناقص 4 أب. يعني إذا وجدت هذه النتيجة هذا الفرق جدا موجب فإن الأول أقل من الثاني، وجدت سليم فهو أقل. إذا إحنا أصلا ندور على الأول أصلا قواعد موجبة. إذا نقول يعني ما رأيت فرق هذا أ أس فلان زائد فلان أ ب ثم زائد ب أس فلان ناقص 4 أب تساوي A eski 2'nin farkı verdik. Neyi AB naqis 4 AB tüseli. Hep bu tüseli naqis 2'nin AB tüm nezeli B eski 2'nin. Bu ne gibi de da? Bu ne kadar ne da? Şimdi gidelim ya. Tabak kararına A naqis B kullu eski 2'nin. İler burada tarif edelim arkadaşlar. Kullu eski 2'nin. Yani kullu eski 2'nin tüseli şimdi muhabba. Tabi de إذا كنا نقول مفاتيح لهذا بماذا لا؟ فلا A ناقص B الكل ستنان أكبر صفر فإن أشوف فإن هذه إذا A زائد B الكل ستنان ناقص 4 AB أكبر من يساوي صفر وهنا قد تتوقع أن هذا الفرق A ناقص B أكبر من صفر تعني أن A أكبر من B قليل ماذا؟ A زائد B الكل ستنان أكبر أو يساوي 4 AB. إذا نشوف الموالية ثانيا هي أن ماذا؟ X على كدريك زائد كدريك على X إذا أكبر قطعا من Thank you.
هو نسخ لنا الأنفاق إذا كان مجرد فإن الله أمرنا أثر إذا بيكس على إيه زائد إيه على بيكس أقوى قطعا من إثنان إذا ما هو ناحية زي التلاميذ ونقوموا أهلنا الحصة دي اليوم إذا نتمنى لكم التوفيق والمجيد لنا الاجتماع وشكرا لكم.